صوته للجمال عنوان، وللنفس راحة، وللقلب سكينة، يطرق القلوب أينما كانت ويدخلها دون استئذان. رحبوا معي بالنجم المقدوني ميفلان كورتيشي. Thank you.
جميل. تفضل بهلينا. حبيب. ان شاء الله جميل هذا الايقاع والاحساس. حتى الفرقه كانت مستمتعه هناك. نعم. ايقاع جميل. نعم اصلا هذا اللحن لحن تركي قديم جدا. ابراهيم تطلسس غني هذا. نعم. لما انت غني سبحان الله انا من دماغ الف من صوت الابراهيم. نعم. الله الحمد لله هذا لحن تركي فأردت أن آتي بشيء جديد. ما طلع البدر هو لحن تركي جميل ممتاز جدا. بعد ذلك أنا أيضا بابا أيضا نير أيضا رلار. يا سلام عليك. حتى آيتاتش كان مستمتع يصفق. أيوة أيوة عشان ذكريات. أنا زمان اشتغلت إبراهيم تطلسس قبل 20 سنة ممكن. إبراهيم تطلسس دايما غني أغنية ده الله يطول عمره. ممتاز ما شاء الله. ميفلان أنت أنتجت ألبوم وسميتها إشراق. نعم. لكن ليس هناك أغنية واحدة بهذا الاسم، فلماذا اخترت اسم إشراق؟ لما أنا يعني عملت كامل الألبوم وضعنا أغاني. السبب الأول لكي يعني وضعنا هذا الاسم هو لأن ألبوم الأول. يعني فأردت أن يكون إشراق لي يعني. إشراق لمسيرتك. نعم. جميل جميل. هذا السبب الأول. والسبب الثاني أن كل أغنية كل أنشودة في هذا الألبوم يعني مناسبة لهذا الاسم. يعني على كل أنشودة تضع هذا الاسم يعني المعنى موجود في كل. نعم. الأناشيد. وسبب الثالث أن نحن اخترنا يعني هذه الأحرف لأن كما نعرف أن يعني الألف يعني يكون رمز للبدايات. وشين يكون رمز للشجن وراء يكون يعني كذلك وألف الثاني يكون رمز للمفاجآت الحياة. جميل. وكذلك القاف يعني رمز للسعادة فاخترنا يعني هذه الأحرف ويعني وضعنا هذا الاسم. يعني كلمة بسيطة لكنها عميقة بالمعاني. نعم. وبالمقاصد. معاني كبيرة جدا. صحيح. ألبومك بتا كل أغاني بتاعتك ولا غنيت من غير؟ أصلاً الأناشيد اللي أنشدتها في ألبومي في بعض منها يعني تراث. نعم. ليس كله من عندي بس معظمهم يعني من ألحاني ويعني يكون هناك في 4 لغات في ألبوم. نعم جميل. ما شاء الله. ألبوم ممتاز الحمد لله. فين سجلتوا ألبوم؟ نحن سجلنا في إسطنبول. إسطنبول. نعم سجلنا في إسطنبول. حلو. حلو. أصلاً حلو. يعني من هنا يعني المبدعين و الحمد لله. يلا نسمع شيء. ممكن طبعا. يلا. حقك ممكن تركي إلهي في تركي إلهي غني. مثلا ولا من ألبومك أنا ممكن معك من ألبومك خد راحتك. يا بابليريس بوم. يا بجاز مدينة يا فرامادم. الله الله. أما من أنجى مفال. تمام تمام. سونرا يا بارز. سونرا مدينة. لا أفهم شيء. لا أتكلم التركية. خليه. أول موال بعدين في أغنية أول موال دينية. سأبدأ بموال بعد ذلك أبدأ بأنشودة إن شاء الله. فين ممكن هنا أعرفه؟ أي تون؟ ربما السول يعني نجرب سول سول حجاز. نعم. رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك بلوح بالي جعلتك قبلتي محراب روحي بقلبي في الهجير وفي الظلال آه
الفي بها ايا طيب هاتيك الليالي وحقك ان وجدي فيك وجدي وحالي لم يزل بهواك حالي مدينة يا فرا مدام قلكم كسو الله مدام بن رسول دو يا مدام يرى ليام يرى ليام يرى بن رسول دو يا مدام يرى ليام يرى ليام يرى ليام يا الله 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 يا سلام يا سلام انت قربت كمان غير اللهجة العربية و نعم نعم قرأت في انجليزي كمان انجليزي وقرأت في ألباني وتركي ألباني وتركي نعم ممكن غني لك حاجة صغيرة من براحتك من كله من انجليش من ألباني من ألباني مثلا جرب انجليش أول تمام Nothing will last forever. Good or bad things, or whatsoever. Don't give up for what happened to you. Allah also tests those whom He loves so. Allah, Allah, يا سلام عليك يا سلام يا سلام. الآن القليل من الألباني أريد أن أعرف اللغة. ألباني يعني لغة خاص عندها يعني تقريبا 36 أحرف. عندي أنشودة في الألباني في بيات في هذا الألبوم إشراق إن شاء الله أغنية سينيالك فوتون أرزن مسيطان محمد داشور مشير آيان باچم بطانيوز انكوبتي من ماري كورزاني ماي بوكور توكا سيفولي الله 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 جميل جميل مش هنفهم شيء لكن انا نحس المعاني جميلة جدا صحيح يعني انجلش انجلش سبحان الله كان مودرن صوت جاي ده شرقي أكتر علينا يعني صحيح هل يمكن أن تشرح لنا معاني الأغنية؟ نعم يعني سينيوليك بوتون يعني أنت كنجم مفرق من النجوم الآخرين أتيت بنا أتيت إلينا أرزن مسينتون محمد داشر محمد يا حبيبنا مشيرايون رحمتنا رحمة فذلك باشيون بوتانيوهو يعني عرف الدنيا ما هو السلام وأخذ معنى يعني أخذ معنى المناسب لما سمعنا صوت يعني كورزاني ماي بوكر توكو سيفولي لما صوتك حدث لهذا الأرض يعني هذا الدنيا جميل. معاني جميلة جدا جميل أنت تعرف أنه سجل القرآن بصوته؟ أيوة جميل جدا كيف كانت التجربة؟ مسابقة؟ أنا أصلا في المسابقات القرآنية
أكون أكثر لجنة تحكيم مما أكون يعني متسابق. نعم صحيح. كنت في كثير مرات لجنة تحكيم وكنت أراقب على مقامات واللحن الجميل للقرآن. لحن طبعا. نعم لحن نعم. القرآن لأن في القرآن يعني في لحن خاص يعني ليس كأناشيد وليس يعني في لحن خاص وفي جمالية خاصة. أكيد أكيد نعم. نعم. صحيح له لحن خاص به يعني ليس مثل الإنشاد لأن نعم نعم صحيح نعم. صحيح أنت درست المقامات والموسيقى أيضا وتستطيع التفرقة بين المقامات المختلفة. نعم أنا أصلا درست يعني أصلا كنت في منشد شارقة وهناك صحيح. في يعني كمركز لتعليم المقامات وكان هناك أستاذ كبير جدا من سوريا كان يعلمنا يعني في مدة 3 سنوات أنا هناك خضت تجربة جدا كبيرة وعرفت ما هو الفن الأصيل يعني نعم. هناك فالحمد لله بعد ذلك يعني لأن نحن في الغرب يعني في دول الغرب يستخدمون تقريبا 4 مقامات يعني مثل الكرد مثل العجم ومثل النهاوند يعني يستخدمون مثل حجاز أحيانا يعني هذه المقامات هم يعني لهم صعبا أن يغنون في وينشدون في بيات مثلا في صبا في سيكا عندهم لأن في يعني النوتة يكون يعني في 50 و75 يعني لهذا السبب صحيح. أنت فنان وأنت تعرف ما تقول لكن أنا لا أعرف هذه المقامات فأريد أن أستشعر الفرق بينها بين المقامات 4. نعم نجربها؟ نعم نجربها لا بس يلا. نعم إيه مقام يبتدي؟ كرد نبدأ في كرد مثلا ري كويس أيوة هذا هو مقام الكرد وهذا المقام يستخدم كثير في لما تغني للحب وللعشق لما يعني تكون قد رومانسية الأغنية نعم نعم يكون يعني كثير من الأغاني يستخدمون هذا المقام نعم الآن النهاوند نهاوند وهو مقام الحب يعني أيضا نعم جميل لفت طفيف جدا نعم. لأنهم أصلا يعني عندهم نفس المعاني نعم. ونفس الاستعمال مقام نهاوند يكون يعني نقول يعني ألطف من مقام الكرد مقام الكرد يعني يعطيك شوية الحزن يعني يعطيك صحيح. أما نهاوند يعني لما مثلا تريد أن تنشد قصة مثلا تقص قصة يعني يكون بنهاوند جميل صحيح. جدا صحيح. نعم. صحيح المقام الثالث مقام الثالث مثلا عجم وفي أنشودة في هذا المقام منشودة جدا مشهورة مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جميل غناها ماهر زين نعم هذا يكون في مقام عجم يعني غير من أعتقد من ماهر زين جميل والمقام الأخير كرد ونهاوند والعجم وحجاز هذا 4 مقامات بيستخدم الغرب آه
هذا المقام يستخدم كثير في أذان الأذان. الله أكبر. صحيح. الله أكبر يستخدم كثير. صحيح. خاصة في هنا في تركيا. نعم نعم. أنت صممت على استكمال دراستك في المجال الفني وتعرفت على المقامات الغربية والمقامات الشرقية. نعم. فهل تظن أنه يجب على كل فنان أن يتعلم هذه المقامات؟ يعني واجب أو أنه اختيار؟ أعتقد أن المقامات واجب لكل فنان. كما يعرف أستاذنا يعني المقامات هي يعني شيء يعني ممكن أن تعرف نفسك يعني أين أنت؟ أين أنت في نعم. في الأنشودة وأين أنت في لما تغني يعني أين أنت بالضبط؟ مثلا ليس هذا كحفظ أن أنشد أنا وأحفظ الأنشودة ونفس لا يمكن أن يكون نفس المنشد مع منشد آخر الذي يعرف أن المقامات لأن المنشد الذي يعرف المقامات ممكن إذا حدث شيء ممكن أن يطلع من يعني يطلع من مقام إلى مقام ويعطي جمالية جدا كبيرة أما المنشد الذي لا يعرف هو يعني عنده محفوظ الأناشيد والأغاني عنده فإذا يعني حدث شيء هو يتوقف يعني لا يعرف هذا هو إيه مقام أنت تحبه أكثر؟ والله أنا أستمتع في مقام كرد أستمتع كثير جدا مقام كرد يعني يجلب صحيح. القلوب المقام كرد أحبه صحيح صحيح نعم. إذن أضاف لشخصيتك فنيا فتجد مساحة أكبر عندما تعرف المقامات لأنك ستنتقل بسلاسة نعم. حينما يتطلب الأمر كيف أثر على طريقة إنشادك أو على أدائك؟ لما بدأت في البداية يعني لما كنت في هذا المركز لتعليم المقامات الأستاذ كان يضع سبع أشخاص كان يضع سبع أشخاص وكان يقول هذا دو هذا يعني كان يقول لنا كل نوتات بعد ذلك كان يقول أنت اذهب يعني شوية في الشمال ويعني كان يذهب هكذا وكان يقول الآن عندنا مقام بيات وكان عندنا يعني جدا غريب هذا ماذا يقول هذا الأستاذ يعني نعم صحيح. ولكن هو أول شيء كان يريد أن يثبت الصورة يثبت كيف الفرق يعني وكان يثبت يعني الفرق بين مقامات الغربية مقامات الغربية عندهم نوتات يعني يكون فرق أكبر من نوتات الشرقية نوتات الشرقية نعم. يكون أحيانا يعني قريب جدا مع بعض صحيح نعم صحيح. فيعني هذا أثر كبير جدا عندي ولما عرفت المقامات بدأت أن ألحن أكثر بدأت أن مثلا أن أناسب الكلمات مع اللحن يعني طبعا. أنك طبعا. تعرف يعني ماذا نعم. تريد أن تبني طبعا. صحيح متمكن نعم أنت حاليا دلوقتي أعيش أمارات نعم أعيش في الإمارات غنيت أغاني في خليجي لا ما جربته أصلا اللهجة الإماراتية شوي صعب أيوه نعم وما ما جربته ما حفظت شيئا ما حفظت شيئا لأن يعني صعب علي شوي أنا أحكي بس في الفصحى نعم وأفهم اللهجات يعني أفهم اللهجات جيد نعم حبيبي نعم. وهل هناك لهجات أخرى عدا الخليجي التي تتقنها؟ لا أتقن يعني شوي المصري مصري شوي لأن كل دكاترة عندنا من معظمهم من مصر مصر يعني لهذا السبب يعني كان أثر عندي شوي من السماعة بس أن أحكي صعب علي ولا تغني بها؟ ولا شيء؟ صعب يعني قليل؟ صعب شوي والله هل تؤمن بأن الفن رسالة وهناك مغزى من ورائه؟ يعني نحن لا نغني من أجل الغناء بل نغني لأن هناك قضية أو رسالة ما نريد أن نوصلها للآخر نعم. المتقبل نعم أول شيء كل يعني يجب أن يعرفون كل المسلمين أن في دين الإسلام يوجد قرآن ويوجد أناشيد يعني وهذا الاثنين يعني القرآن كلام الله
ولا شك لا شك فيها يعني، ولا شك في جماليتها، وكل الحرف فيها يعني في يعني أجر كبير جدا، يعني 10 وحتى 30 وأكثر. أما الأناشيد كذلك يعني يكون من لسان الإنسان، يعني هذا كلام الله وهذا كلام الإنسان، ولكن كلاهما يعني مصدر واحد. لماذا؟ لأن كلاهما هدفهم أن يوجهون إلى الناس أن يصلحون أخلاقهم ويصلحون أخطاءهم. مثلا أنا أغني وأصلي على النبي، وبعد ذلك أغني في هذا أنشودة الإنجليزية مثلا، هنا يكون القضية لما الشخص يعني يبرد من الحياة ويريد أن يعني يقتل نفسه، فهنا يكون نصيحة أن الحياة ما انتهت يعني. هناك يعني في يعني تبع التفاؤل. نعم، في حياة جميلة. يعني موج يأتي موج أحيانا، ولكن يجب أن تصبر لأن بعد الموج يعني يأتي اليسر. صحيح. إن بعد العسر يسر. نعم. بالضبط. نعم نعم. صحيح. بالضبط. ولكن هل تؤمن بأن الفن أداة لتغيير المجتمع في الحقيقة، يعني قادر على نعم تغيير؟ هذا يكون بالتأكيد يعني، لأن نحن نرى اليوم الشباب مثلا يتابعون أعمال الفنية للفنان، مثلا للفنان معين يتابعون أعمال فنية، ولكن لا يتوقفون هنا، يتابعون حتى حياة السرية له، يعني حياة الشخصية خاصة له، يعني private life يعني. نعم. فهذا يعني مثلا إذا هو عمل شيء غير صحيح والمعجبين سوف يرون ماذا يعمل، وهم سيفكرون أن عمل هذا الفنان، فيعني يأخذون كدليل أن هذا يجوز ربما، لأنه الفنان عندما يكون له رسالة فهو قدوة، فبالتالي يحاسب على كل ما يفعل. نعم. صحيح. كقدوة. ولذلك يعني نحن كل الفنانين يجب أن نرى أن نوجه للناس رسائل، وكذلك أن نحفظ حياتنا الشخصية، لا نكون يعني هنا غير وهنا غير. صحيح. بل نكون نفس الشيء يعني، حياتنا يجب أن يكون مثلا الإنشاد بالنسبة لي يكون إنشاد والقرآن، وأريد أن يكون نفس الحياة الشخصية private life يعني يكون نفس الشيء. مثلا أنا أقرأ القرآن في البيت وأنشد في البيت، لست يعني متفرق مع فنان مولانا وفنان يعني في البيت. نعم. ممكن نغنينا حاجة من مسرح؟ نعم ممكن. تفضل. شكرا جزيلا. Thank you.
قد بسطت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي مولاي يا مولاي مولاي إني ببابك قد بسطت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي جداً هذه الأغنية جميلة جداً. ولكن أين ترى أو فن الإنشاد اليوم كيف تراه وإلى أين يتجه؟ أنا قبل قليل كنت أتكلم مع شخص هناك في الطريق أن الناس يعني لا يعطون هذا المجال حقه، يعني يجب أن يعطونه، يجب أن يكون هناك كثير من المنشدين المبدعين، ويجب أن يكون عرض لهم يعني بروموشن لهم نفس اللي نفس المغنيين يعني الذين يعني يوجهون للناس رسائل للحب يعني للعشق، أو هنا يجب أن يكون كذلك نفس يعني نفس الميزان أن يكون في مجال الإنشاد، لأن أصلاً مجال الإنشاد ما فيه داخل إلا شيء جيد يعني إلا شيء يعني منيح. الكلام صحيح. نعم. فيجب أن يكون هنا بروموشن أكثر. وأنا يعني أريد لما يعني أكون يعني أصل إلى فوق مثلاً، أريد أن أختار مثلاً بعد الشباب المبدعين وأساعدهم على كل ما يعني ممكن أن أساعدهم. نعم. لأن هذا شيء جميل جدا، وهذا يجب أن نعرف أن هذا صدقة جارية يعني. يعني هذا الفن كثير من الناس يعني يقولون أن أنا مثلا تأثرت من هذه الأنشودة وأنا ما كان في بالي أن أصلي على النبي، ولكن صليت لأن سمعت هذه الأنشودة. صحيح. يعني تدعو إلى الخير. نعم. ولكن أنت قلت أنه ليس هناك ظهور أو انتشار للفنانين الذين يختصون في الإنشاد. نعم. مثل الفنانين الذين يختصون في الغناء. نعم. عن العشق، فهل ترى أن التقصير من الفنان أو من المنشد في حد ذاته، أو أن هناك تجاهل عن عمد لهذا الصنف من الغناء؟ هنا ربما يكون كلاهما يعني تقصير من الطرفين. نعم، طرفين. لماذا؟ لأن إذا مثلا منشد يعني يريد أن يعرض نفسه ويعرض إبداعه ويعرض رسائل جميلة ويعمل يعني بروفيشنال، ليس فقط أن عمل شيء عادي وأنشر يعني مهنية، لأن الناس الآن يأخذون مثلا يريدون أن يعملون أناشيد يعني عادية والأغاني جدا بروفيشنال، يعني لا يمكن أن يكون نفس الشيء، فالناس يعني يأخذون البروفيشنال يعني يكون أجمل لأذنهم. ف
فنحن نريد أن نبنى شيء يعني يكون بروفيشنال جدا ويكون في أذن الناس يعني جميل جدا ويستمتعون مع كلام الجيد مثل ما يستمتعون مع كلام يعني الحب والعشق. بالضبط، نحن نعم. نعينكم، ولكن نعم. هذه أيضا مهمتكم يعني نعم. نعرف بأنفسنا ونطرق الأبواب حين يتطلب الأمر. نعم صحيح نعم. مثل مشاركتك في مسابقة منشد الشارقة. نعم. لكن هل تعتقد أنه يمكن أن يربح يعني شخص غير عربي من بلد غير عربي في هذه المسابقة؟ ممكن أن يربح، بس المشكلة يكون لأن قوم العرب يعني منذ القديم يعني سمعوا كثير من المقامات، يعني حتى الطفل نعم. إذا تقول ما هو ما هذا المقام ممكن نعم. أن يعرف يعني صحيح. ليس صحيح. بالضبط، ولكن ممكن أن يعرف لأنه سمع أبوه وسمع جده يتكلم عن المقامات نعم. وكثير من الناس يعني كثير من الناس أنا شفته يعني يعرفون المقامات. أما عندنا لما كنا نسافر في الشارقة وكنا نسمع أستاذ عن مقامات كان شيء يعني يعني غريب لنا غريب يعني غير معروف. فحتى عندنا مثلا في دولتنا لن تجد يعني شخص يعرف المقامات إلا يعني 1، 2، 3، 4 يعني قليل جدا. فهذا يعني يكون أثر يعني لما أنت كما قلت يعني لما أنت لا تعرف المقامات أحيانا يعني نعم تخاف في ستيج يعني ماذا سيحدث أو أقبل أي شيء أسمعه نعم لأني نعم لا أعرف نعم. فيعني ممكن أن يأخذ إذا كان هو يعني جاهز أن يواجه مثلا أن يكون متنافس للعرب لأن كان هناك أصوات جدا قوية يعني نعم. قوية جدا. ف ممكن إذا كان هناك يعني فرصة له وكان متدرب من قبل وكان يعرف المقامات وصوت قوي ممكن أن نعم. جربت حاجة من مقامات من عمل ميكس؟ نعم عملت ميكس في مثلا في أنشود الطلع البدر علينا عملت ميكس مثلا من حجاز الأبياتي أيوة. نعم. وفي مثلا أنشود آخر كمان عملته يعني كرد وابيات يعني جميل جميل جدا يعني أكيد. يلا نسمع شيء مع ايدج ممكن سمعنا حاجه بتاع كرد وابيات كرد وابيات نعم بحماك دمعي كم فاض الحزن ندى ومداد أفقي كم أباح النجم سنا وكأن دموع عيني كالجذع لما رأى يبكي الفؤاد ويشدو للقاك رسول الله للقاك رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا حبيب سلام عليك يا نبي الله يا رسول الله 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 دخلت منشد الشارقة وكنت تحس أنك لا تفقه في المقامات لا. لكنك الآن تجمع بينها ما شاء الله الحمد لله جميل نعم. جميل ومثل الجمع بين المقامات ألا تفكر في جمع أو تعاون مع فنان آخر في أنشودة أو أغنية ما والله الآن ما يعني حتى الآن ما فكرت في هذا الشيء ولكن في الحياة يعني لا نقول لا يعني صحيح لا نقول لا ممكن يعني هل تنتظر المبادرة يعني مبادرة شخص ما أو
أو لا تحس أنك يعني مستعد؟ حتى يعني من عندي يعني أنا لا أنتظر يعني لما يأتون المرشدون يعني مثلا أنت لازم أن تقول لي، لا أنا يعني لا يعني أنا يعني أريد أن أكون متواضع في هذا الشيء. ولكن ما فكرت في هذا الموضوع عن عمل مشودة، بس فكرة جميلة يعني. جميل. نعم. وبعد الكلام وبعد الحوار الجميل نذهب إلى الألعاب. نعم. يلا. ونحن في فضاء لعبة الصور. تمام. لعبة الصور هي عبارة على أسئلة، مجموعة من الأسئلة سأطرحها وأعطيك ثلاث اختيارات ستظهر على الشاشة وتختار منها شخص. تمام. حسنا؟ نعم حسنا. يلا. لو عندك فرصة تعمل ديو مع فنان، من ستختار من بين موسى مصطفى، يحيى حواء، ونصرت كرتش؟ أختار المتوسط. المتوسط لأن هو أخي أصلا. فعلا؟ نعم والله. نصرت أخي. أعتقد أنه أنت كورتشي فهو كورتش. لا هو كورتشي كمان، فعملت معه دويتو من قبل. فمعه يكون يعني شرف أن أعمل دويتو كمان. وكانت جميلة هذه التجربة. جميلة جدا. حسنا، عدا أخاك لك أنك لا. خلاص عملت معه دويتو. لا. من تختار من بين موسى مصطفى ويحيى حواء؟ اليمين مثلا. اليمين؟ أنا لا، موسى مصطفى. موسى مصطفى مثلا. لماذا مثلا؟ تعرفه أو؟ أنا لا أعرفهم صراحة. أها لا تعرفهم. نعم. حسنا تمام. يلا السؤال اللي بعده. نعم. الأغنية التي تمنيت أن تكون لك من بين يا نبي سلام عليك لماهر زين، روحي فداك لمصطفى كرتز، تمام، لمسعود عفوا كرتز، أو ماهر أو سامي يوسف حسبي ربي. أستاذ سامي. أستاذ سامي. نعم حسبي ربي. تعرفه يعني خلاص. نعم نعم. اخترت. هو أستاذ كبير ما شاء الله. هل تحفظ حسبي ربي نغنيها؟ لا أحفظ بالكامل. مقطع صغير. حسبي ربي جل الله، الله الله، ما في قلبي غير الله، الله الله. فقط؟ نعم. أوكي. هل تعرف مسعود كرتز؟ أنا أعرفهم أصلاً، مسعود صديقي ويعيش يعني جاري يعني قريب جداً مني. صحيح. يعيش ونحن يعني اسم عائلة مع بعض يعني نفس الشيء. يعني وأعرف مسعود وعارف طبعاً ماهر. من الاختيارات التي ستظهر على الشاشة، من بينهم بالنسبة إليك الأقدر على إحداث تغيير في المجتمع؟ من بين الغناء، المسرح، والسينما؟ أعتقد الغناء. لماذا؟ لأنك مختص في الغناء؟ أعتقد لأن الآن مثلاً الناس ليسوا مهتمين كثير في مسرح مثلاً. وفي مجال الثاني. أما في الثالث في الغناء يعني مهتمين جداً. ويعني الناس يسمعون حتى لما ينامون ويعني في السيارة في الطريق وفي كل مكان. أعتقد في أثر أكثر يعني. لكن لكل جمهوره. فأنت مثلاً تخال بأن الموسيقى هي التي تعطي الحجم أو المساحة الأكبر للقضايا الاجتماعية، لكن ربما شخص آخر مغرم بالمسرح أو بغيرها من الفنون يعتقد بأن المسرح يعطي مساحة أكبر من الغناء. يعني بإمكان ذلك. أنا يعني أفكر أن غناء في أثر أكثر. وبما أنك تعتقد أن الغناء هو الأقدر على إيصال رسائل المجتمع، سنتركك مع رسالتك التالية. شكرا جزيلا. تفضل. Thank you.
أتباع الخلفاء اللهم صل على المصطفى اللهم صل على المصطفى على المصطفى اللهم صل على سيدنا المصطفى والآل أهل العلا والأربع الخلفاء اللهم صل أنت السعادة يا رسول الله ركن الشهادة يا نبي الله أنت السعادة يا رسول الله ركن الشهادة يا نبي الله شمس الهداية قد زدت نورا في الحب آية تروي اللهم صلي على المصطفى اللهم صلي على المصطفى على المصطفى محبوب ربي اللهم صل على سيدنا المصطفى والآل أهل العلا والأربع الخلفاء اللهم صل على المصطفى اللهم صل على المصطفى على المصطفى اللهم صل على سيدنا المصطفى والآل أهل العلا والأربع الخلفاء اللهم صلي على المصطفى اللهم صلي على المصطفى على المصطفى ومن الغناء إلى الألعاب مجدداً. نحن في فضاء لعبة أسئلة والعقاب هيليوم. هذه اللعبة هي عبارة على مجموعة من الأسئلة سأطرحها عليك. لو أجبت فلن يكون هناك عقاب، ولو لم تجب لو لم تجب سوف نأخذ بالونة. تمام. وهذه البالونة وسطها هواء غير عادي، هو غاز هيليوم. تمام. يغير الصوت. Ready to play؟ أوكي. يلا. أنا هديك البالونة دي. أوكي. يلا. لو تحكي لنا عن موقف محرج حصل، يعني مثلا احد المعجبين او في الحفله او شيء محرج تعرضت له. مثلا
كنت مرة أنشد في ستيج وكنت أطلب من مخرج هناك أن يضع ستيك على كلمات فهو ما وضع ستيك، يعني ترك بدون ستيك والهواء أخذ أوراقي، فأنا كنت في ستيج ولم يكن هناك أوراق. نعم، وما يعني ما كان بإمكان أن أقول شيء، فكان محرج قليلا. نعم. صحيح. نعم. صحيح. حسنا، شكرا على الصراحة. حسنا، ما هي الألوان التي لا يميز بينها المصاب بعمل ألوان؟ أنت تعرف أن المصاب بعمل ألوان يستطيع التمييز بين ألوان معينة، لكن هناك ثلاث ألوان على الأغلب لا يميز بينها، فما هي هذه الألوان؟ ما فهمت السؤال. حسناً، الإنسان الذي لا يرى هو مصاب بالعمى. نعم. لطف عليك. نعم. هو لا يفرق بين جميع الألوان، لذلك نقول أنه مصاب بعمى الألوان. نعم. حسناً؟ نعم. فما هي الألوان التي لا يفرق بينها؟ يعني لو رأى ذلك اللون سيعتقد بأنه نفس اللون. كل الألوان سوى الأسود. لا، هناك الأحمر والأخضر والأزرق، هذه الألوان التي لا يفرق بينها، لذلك سنأخذ الهيليوم. حسنا، تختار أغنية ثم تشرب الهيليوم وتغني مباشرة. اختار أغنية. ورفعت عيني للسماء أرى بها أرى بها شهبا تطرز بالسماء جمالا. الله الله الله، جميل جميل. حسنا، أمسكها لكي نسأل الأسئلة التي بعدها. من مخترع شخصية ميكي ماوس؟ ما أعرف. لا تعرف. والت ديزني. يلا، هو المخترع هو والت ديزني. والله درست هذه الأشياء، كان عندنا مادة في الجامعة عن فن المرئي، فكنا نحفظ هذا يعني مخترعين كله، بس الآن صحيح. يعني لا يأتي في ذهن. ثقافتك موسيقية الآن. نعم. حسن، يلا. كالعادة نختار أغنية ثم نشرب الهيليوم. كان ذلك سنة 1928. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وآل محمد سيد الرجال المفدى يا بحر الجمال يا محمد. جميل جميل. لكن في المرة القادمة نسحب الكثير من الهيليوم، لأنه لا يزال هناك بالونات أخرى، فلا خوف من انتهاء الهيليوم. حسنا، هل هناك لحن لأغنية أو أنشودة لفنان مشهور سمعتها وبعد ذلك أحسست بأن ليس هناك تناسق بين الكلمات واللحن؟ هذا السؤال صعب. صعب. يتطلب جرأة وليس صعب. مثلا إذا قلت للفنان أن هذا الفنان يعني وهذا لا يتناسبون مع بعض، يعني قد يكون حرج له. صحيح. وأفضل أن يلا نشرب الهيليوم. قد يكون حرج وقد يكون أيضا نصيحة، والنصيحة من الدين، فأنت بس نصيحة في تلفزيون. لا يعني. بينك وبينه لو كنت أصدقاء. نعم، ولكن كيف سأعرضها الآن؟ لا أوكي أوكي. أنا أتحدث عن العام في المجمل. تمام. يلا نشرب الهيليوم. نغني؟ لا أعرف ما فوقني. نأخذ بالونة ثانية. يلا نفتح البالونة لكي أفكر على هل تريد أن أفتحها لك؟ لا لا أفتح. حسنا، أفكر عن أنشودة بس لا يأتيني في ذهن. يلا تا
طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. جميل جميل. الله. السؤال الأخير. نعم. من هو أقرب منشد إلى قلبك من حيث الصوت والأداء والكلمات واختيار الأغاني؟ أستاذ سامي يوسف. سامي يوسف. نعم. خلاص. مفيش هيليوم. نعم. ما فيش الحمد لله. حسنا. الآن أعطيني الهيليوم. جميل. يلا. الآن سنعود إلى صوتك الطبيعي. نعم. ونسمع أغنية. تمام. يلا. شكرا. المدينة.
الغناء الجميل مجدداً. نحن لا نتعب من صوتك لكن لابد من فسحة الترفيه مع الألعاب. شكرا جزيلا. الآن إلى لعبة حصل ولا ما حصلش. تمام. سأسألك مجموعة من الأسئلة. نعم. ثم تجيب بحصل أي حدث ذلك أو لم يحدث، حصل ولا ما حصلش. تمام. اتفقنا؟ نعم. حسنا. السؤال الأول، هجمت أو هل حصل أن هجمت على عمل فني قدمته؟ لا ما أبس. حصل. كلهم يتقبلهم الجمهور ويحبهم. نعم. حسنا. اعترضت عائلتك طريقة احترافك، يعني مثلا أنت أردت أن تغني لكن عائلتك كانت ترفض ذلك، لم ترد، لم تقبل. ما حصل. لم يحصل. لم يحصل. كان هناك دعم. دعم من من بالتحديد؟ أكثر الناس الذين دعموك. أول شيء عائلة، بعد ذلك أصدقاء، ورغبتي كانت كبيرة جدا. و هذا هو. حسناً، في العائلة الأخ أو الأب أو الأم، من كان له النصيب الأكبر؟ من اكتشف موهبتك؟ الأخ. الأخ أخي نصرت. نعم. كان ينصحني دائماً، يعني أن عندي، يعني أنت مبدع وممكن أن يعني أنت مبدع كبير، يعني لماذا لا تبدأ يعني أن تنشر شيء. فأنا كنت أخاف في البداية، بعد ذلك يعني بعد المدرسة الثانوية بدأت أن أنشر مقاطع وأنشر أغاني وأنشد. إذن بما أن موهبتك اكتشفت على يد أخاك نصرت، نتوجه له برسالة. هذه كاميرتك. بالألبانية كما تريد. تخاطبون بعضكم البعض. نعم. فالمديري شومبر سبورتين. جميل. يعني إيه بالعربي؟ يعني شكرا جزيلا للدعم، يعني للسبورت. سبورتين. جيد. Thank you very much نصرت. This is from me. يلا. سمعت أغنية لفنان آخر وتمنيت أن تكون لك، هل حصل هذا أم لم يحصل؟ حدث. ما سمعت السؤال؟ سمعت أغنية غناها شخص آخر. نعم. وتمنيت لو كانت أغنيتك. حصل. من هي الأغنية؟ ما هي الأغنية ومن هو المنشد كما قلت لك من قبل، حسب ربي مثلا. لأستاذ سامي يوسف. فقط؟ هذه الوحيدة؟ نعم، هذه أحبها كثير. حسن. نعم. حد من أصدقائك تخاصمت معه وأنتم الآن في قطيعة، ما تحكيوش جنب بعضكم جملة، هل هناك؟ ما حصل. أبدا؟ لا. أصدقاء مع الناس كلهم؟ لا، يعني أنا أصلاً لما أحياناً أغضب أريد أن فوراً أن أعلق هذا الخطأ، يعني تنهي الحكاية. نعم، أريد أن أنهي وأريد أن يكون بيننا سلام، يعني ليس مثل القبر ربما، بس أريد أن لا يكون قاطع نهائياً. نعم. يعني أنت شخص مسالم بالأساس. ولكن لم يحصل العكس، يعني أن أحداً ما اختار أن تكون القطيعة نهائية، يعني أنت أردت الصلح لكنه رفض. يعني ربما أحياناً أنا كمان أخطأت، ولكن بعد ذلك يعني أردته أن ربما هذا خطأي يكون يعني جيد له، يعني ربما يكون مفيد له. ف يعني ما حصل، يعني ما حصل هذه، فالحمد لله. يعني يكون إذا قطع العلاقة، أنا كمان يعني كلمت مع الأصدقاء وأشخاص لكي يكون بيننا السلام فقط. صحيح. يعني لكي جميل. لا يكون قطع نهائي. يعني لا تكون القطع نهائي. جميل. حسنا، هل غنيت أغنية ثم اكتشفت فيما بعد بأن اللحن مسروق؟ مسروق. حصل أو لم يحصل؟ يحصل. نعم. حصل. مع أنشود طلال بدر علينا. لما كنت في مسابقة كنت أسمع ألحان تركي، وبعد ذلك يعني ثبت هذا اللحن في ذهني، فأخذت الكلمات التراثية مثل طلال بدر، فجاءني في بالي يعني كان يتناسبون مع هذا اللحن. فما كنت أريد أن أبحث أين هذا اللحن، ولكن اكتشفت بأنه مسروق. نعم، مسروق بعد فترة. يعني وكيف كان الإحساس؟ يعني نادر. والله جيد، يعني الحمد لله اللحن يعني كان
يعني لحن تراثي في مكان جميل لأنه مسروق؟ نعم يعني ليس جميل لأنه أنا الإحساس كان جيد يعني مفروض إحساسي جيد لأنه ليس مسروق يعني يعني كيف يقال ليس تماماً مسروق يعني في تغييرات داخل نعم يعني يكون تقارب وفي تغييرات يعني داخل حسن هو مثل المهمة هاد نعم شكراً لك شكراً جزيلاً لكم شكراً لوجودك معي شكراً سعدت كثيراً بوجودك هنا خاصة وأنا كذلك نعلم يعني طبعاً نعلم أنك لا تتكلم العربية بطلاقة لكن ما شاء الله كان هناك حوار ظريف ولطيف كذلك كان هذه الدعوة جميلة جداً وأنا أشكركم من القلب كان يعني فرصة سعيدة وإن شاء الله نرى مثل هذه البرامج كثيراً إن شاء الله إن شاء الله كل الشكر لك شكراً جزيلاً ولك حرية العودة متى شئت شكراً جزيلاً شكراً سنختم معك لكن قبل ذلك يجب أن نسمع أغنية حسناً تفضل